ونعمل كمان صنف كمان من الجلاش برضو قديم جدا جدا جدا، وهو عش العصفورة عندنا في البلاد العربية بيسموه عش البلبل، فزي ما انتوا عايزين تسموها عش العصفورة عش البلبل زي ما انتوا عايزين. بس الطريقة دي على فكرة قديمة جدا، يعني كانوا بيعملوها زمان قوي برضو، يمكن تناست شوية، انما لا ده هم كانوا زمان خالص بيعملوها. ازاي بقى؟ جلاش وسمنة وبس، والعسل طبعا، وعليه بقى اي حاجه تانية، حط شويه سوداني شويه جوز هند. في البلاد العربيه طبعا الخليج العربي بيحط فستق كده يعني. فزي ما انتوا عايزين بقى، كل واحد قد امكانياته. احنا هناخد بقى ايه، ياخدوا الورقه كده ندهنها كلها بالسمن. عايز ايه يا ابني، مالك امال الاكل؟ انت معترض ليه؟ مش عارف تصور ايه ولا ايه؟ احطهم فين؟ لا جبت ترابيزه ثانيه. احط كل الاكل ده فين؟ بصوا كده، اجيبها بالعرض شويه. هجيب بقى ايه، ايد معلقه خشب او اي حاجه رفيعه عندي، انا دهنتها كويس بالسمنه. اجيب الورقه اهي، ورقه واحده كده ماشي، واروح ماسكه ايه؟ اثني عليها كده. ماشي. كده التانية كلها اهي. ابدا اكشكش. طبعا كل ما تكون العصايه قد الورقه طبعا بيبقى افضل، بس لو مفيش مش مشكله، اهي كده كشكشناها. اسحبها من العصايه والفها حوالين نفسها كده، فتعمل لي ايه بقى؟ عش العصفوره. اجيب صينيه زي كده وارصها كده تاني من فوق كده، وادخلها الفرن تستوي، تطلع تسقيها عسل بارد.